حالة ميؤوس منها، رسالة جات لنا من فارستين في السعودية. الفرس عذبة غالية علينا جدا ومحدش عارف يعمل معها حاجة، جربنا كتير ولكن قالوا لنا انسوا مفيش امل. يلا بينا على المملكة العربية السعودية. وصلت الاسطبل لقيت الحصان ده قاعد يعمل حركات غريبة واللي جنبه كمان. قعدت ابص له قلت له ايه حكايتك؟ قال لي ادخل ادخل. سلمت على الراجل الجميل ده، سمعت الكلام ودخلت، ومعايا اخويا الكبير وحبيبي الحاج ابراهيم منور. مهمتنا النهارده صعبه، ولقيت الحصان ده بيبص لي، رحت اسلم عليه قلت له حبيب قلبي الحب من اول نظره، وقعدنا نسلم على بعض اغرب سلام هتشوفوه. قال لي جاهز للتحدي ده يا دكتور؟ قلت له اتعودت احارب مع الحالات ما استسلمش. قال لي بس دي حاله خطيره وناس كتير حاولوا فيها وفشلوا. قلت له طب على الاقل سيبني احاول بقى يا اخي، ده انت مغناطيس. قال لي خلاص روح. وبعدين طلعت الفرس الجميله عذبه، اصحابها بيعشقوها عشق لا تتخيلوا، وجالها اصابه في وتر اكيلس، والاصابه بقوا اصابتين وبعدين بقوا ثلاث اصابات. موضوع معقد جدا، يا رب سلم يا رب اشفي انت الشافي. قالوا لي عاوزينها تعيش مرتاحه بس مش لازم ترجع الرياضه. الورم زاد والفرس ما بقتش عارفه تعيش من الالم، عينيها كانت بتقول كل حاجه. حست اني متردد بعد ما شفت حجم الاصابه، بصت لي وقالت لي حاول. قلت لها حاضر، ورحت افحص الاصابه تاني وابص عليها مره واثنين وثلاثه، ورجعت وقلت لها هي فين الاصابه اصلا؟ توكلنا على الله. بص لي وقال لي ما ترميش افات تاني. وبعدين طلعت الفرس التانيه بتاعتهم، الفرس نابلز. قالوا لي عاوزين نعمل لها صيانه ونشوف لو في حاجه وجعاها ولا لا. ادائها الرياضي متغير وهي فرس قيمه جدا وقويه جدا. اخدت وضع عمر خيرت وقعدت اكشف على ظهرها، وحطيت ايدي على مواطن الالم الموجوده، لاحظت ان ظهرها وجعها. وبعد كده كشفت على الرقبه شمال في يمين، لاحظت ان الناحيه اليمين ما بتلفش خالص. وبعدين رحت اعمل اختبار تاكيدي على الناحيه الشمال، وحصل اللي انا كنت متوقعه. هنا بصوا على الالم اللي هيحصل. وكشفت على بقها لقيت عندها زوايد في سنانها، ودي طبعا بتؤثر على الاكل وبتؤثر على الاداء الرياضي. وجي الوقت نكشف على رجليها الاربعه، والحمد لله كله تمام. وبعدين الحاج ابراهيم اتحداني اعمل نفس الموضوع، نفس السلام، سلام الهنود الحمر. قلت له سهله اهي. قال لي طب جرب تاني كده. جربت تاني عملت معايا عادي جدا. قال لي ده شكلها سهله فعلا، ودخل بدماغه عشان يجرب. شكلك هتعملها هتعملها. اوب اسف يا حاج. قلت له بص تاني، بص سهله جدا سهله جدا جدا. وبعدين كشفت على عينيها، وبعدين خدت بالي من ده، خيل كتير بتطلع لسانها بالشكل ده وتفضل تعض عليها. الخيل دي بيكون عندها مشاكل اجتماعيه، لما بتعض على لسانها بتفرز هرمونات السعاده وبتقلل الضغط العصبي اللي عندها. رجعت اخر مره على عذبه اتشيك عليها تاني قبل ما امشي. زي ما قلت لكم حاله معقده جدا، وحاولوا معاها كذا مره، وكل مره الورم يوصل لنفس حجمه في خلال اسبوع، والحاله بتسوء يوم عن يوم. وخدت القرار ان انا اعملها. وبعد يومين جيت عشان اعملها هي والفرس نابلز، ولكن للاسف نابلز حصل لها مشكله، وهحكي لكم اللي حصل الحلقه الجايه معاها، واضطرينا ناجل الحقن بتاعها يومين كمان. وهنا انا واقف مع الرجاله المصريين الجدعان، احسن سياس في العالم، من اهم المقومات في نجاح رياضه الخيل السايس، والسياس المصريين هم الافضل في العالم بلا منافس. وطبعا لازم نحلق الشعر بالكامل عشان نحافظ على بيئه معقمه، ده اهم حاجه في اثناء العمليه اللي هنعملها النهارده. مش عمليه جراحيه، ولكن هنفضي الورم كله ونحقنه ببعض الخلطات اللي احنا عاملينها. يا رب اشفي انت الشافي، يا رب سلم. الاطباء ما هم الا اسباب، والشافي الحقيقي هو الله. ودايما لما بحلق منطقه عشان اشتغل عليها بحب ان الحلاقه تطلع مظبوطه عشان ما اشوهش شكل الفرس بعد كده. انت في ايه ولا في ايه يا دكتور؟ هقول لك انا دماغي كده، بعشق التفاصيل. وخلاص بنديها ابره المهدئ عشان نبتدي عمليه الحقن. بسم الله توكلنا على الله. خدت المهدئ، ابو البشر مسك الفرس، وبعد بعد ما اتعقمت كويس دخلت على طول عشان اديها الإبرة. الحمد لله خطفتها بسرعة من غير ما تحس. طبعا قبل الحقن بنعقم المنطقة اللي هنحقن فيها مرة واثنين وثلاثة وبضمير، عشان الغلطة هنا في فور، وكأننا فتحنا حنفية. شايفين كمية السوائل اللي نازلة؟ كبيرة جدا. قعدنا اكتر من تلت ساعة نفضي فيها، وزي ما انتم شايفين كمية المية بتزيد وبتزيد وبتزيد. المنطقة دي بالظبط هي الانكل بتاع الرجل بتاع البني ادم، والمية زادت لغاية ما عملت بحيرة صغيرة. الفرس ريحت رجليها التانية بالكامل، كأنها بتقول لنا كملوا انا مرتاحة. وبعدين اديت لها الحقنة الخلطة بتاعتنا، والحمد لله العملية تمت على خير. ناقص بس نشوف النتيجة بعد 3 أسابيع. وبعدين بديها إبرة عضل وبدخل الإبرة وجعتها. قالت لي ما أنت كنت حلوة من شوية. قلت لها أنت اللي حلوة سيبك أنت. وديت لها الحقنة خلاص، وكله ماشي على أكمل ما يكون الحمد لله. والمشكلة إن أنا كان عندي إصابة في إيدي ساعتها، لو أنتوا فاكرين الحصان اللي عورني في إيديا. فقلت لأبو البشر دلك أنت عشان مش قادر، قاعد يدلك بالراحة عشان بيحب الفرس قوي. قلت له لأ، دخل أحمد بقى إداها واحدة ظبطت الدنيا.
ورحت اطمن على الوضع قبل ما امشي، وهنبص عليها مع بعض كمان 3 اسابيع، ويا رب النتيجه تطلع كويسه وجي وقت الصوره التذكاريه الجميله مع الاستاف الرائع ده. وهنا عاوز اوجه تحيه للفارس الاولمبي فارس السعوديه عبد الله الشربطلي، صديقي وحبيبي، واحد من افضل فرسان قفز الحواجز في العالم العربي وفي العالم كله. 3 من الاستاف بتاعه كانوا بيساعدونا النهارده، متشكرين ليكم يا رجاله. وسافرت مصر وبعد 3 اسابيع جاي الرسالة دي. مرحبا دكتور حاتم، كيفك؟ ان شاء الله امورك تمام. دكتور، حبيت ابشرك، الحمد لله بعد الله ثم انت، مرة تحسنت عذبة، ويقول ابو البشر امس مشاها للشاور وكانت تبي تنطلق فيه ما شاء الله، فيها طاقة، يقول اول مو قادرة تشيل نفسها. شكرا كتير دكتور، والله كلك بركة. انتوا اللي بركة، الحمد لله الورم راح تماما والحالة بقت أفضل كتير. طبعا انتوا عارفين ان الإصابة دي ما بترجعش تبقى طبيعية في يوم وليلة، لازم قدامنا مشوار طويل. مبسوط جدا بالنتيجة، خصوصا انتوا عارفين كانت عاملة ازاي، كان ورم كبير جدا وكانت متبهدلة. دلوقتي الحمد لله الأمور أفضل جدا، وكمان الفرس بقت أكثر سعادة وبقى الألم عندها أخف بكتير. اللهم لك الحمد والشكر، أكيد النتيجة دي من عند ربنا مش من عندنا. ودلوقتي هنروح نمشيها، ولو انتوا شايفين المشية بقت أفضل كتير، ولكن الرجل لسه بتتعوج لبرة وهي ماشية. زي ما قلتلكوا الإصابة دي ما بتروحش في يوم وليلة، وهنشتغل عليها شهور، ولكن إن شاء الله هنحارب معاك يا حبيبي. أنا مؤمن إن الطب إنك تحاول مع المريض مرة واثنين وتلاتة. الطبيب لا يستسلم، لأن الطب مهنة إنسانية، مهنة تخفيف الألم، والطب البيطري تخفيف الألم على من لا صوت له. أشوفكم على خير.